اللهم زيد في عددهم ومدادهم يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مسجونا الا سرحته، ولا خائفا الا امنته، ولا بعيدا الا قربته. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، ضيفتكم على ربي والنبي ورجال الجزائر جميعا، وسيدي محمد المغيري وابائه واجداده واشياخه. يا رب يجعلكم ان شاء الله جبتوا الخير وسدوا الخير، عملكم اللي بغيتوها تصيبوها واللي مشيتوا لا تجيبوها. اللهم ابدل منا ومنكم الخسران بالارباح، وعاملنا واياكم بالعفو والسماح. يا من متل نوره كمشكات فيها مصباح، بلادنا الجزائر يا رب احفظها ورعاها. اللهم اجعلها في حصن الحاصين وحرز المانع. الحاج الحاج بيتيجي يا ربي كون له ان شاء الله، يا ربي كون فيه وكون له، يا ربي اجعله ان شاء الله، يا ربي اجعل العين شافته ما تمل منه، وودن سمعته ما تمل منه، بجاه النبي واله والبخاري ورجاله. هو الخاتمه من عند ولاد الشيخ. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز. الحمد لله.